رد الدكتور. دعينا نسمع رد الدكتور معنا ظافر العجمي، تفضل يا دكتور. التدخل الإيراني كان واضح. طبعا حركة المطالبات في الإصلاحات السياسية التي بدأت في البحرين كانت يمكن فهمها في 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 مراحلها الأولى، لكن ما حصل أن إيران تدخلت لتهييج الشارع البحريني، لتهييج هؤلاء المتظاهرين، ثم أيضا وضعت إجندة وتبناها بعضهم، يعني من خلال رفع سقف المطالبات، فتحولت كأنها من إجندة خاصة بهم لتغيير أو للحصول على مطالب سياسية أو حتى اقتصادية أو وضع اجتماعي، إلى مطالب سياسية حادة يعلمون أنها تقوض النظام السياسي والنظام الخليجي برمته، فهي سترفض. فلماذا يعني هي تسألني كيف تدخلت؟ هي تدخلت بهذه الطريقة. طيب دكتور، طيب لماذا يقبل بتدخل تركي في المنطقة، في أحداث المنطقة وفي أكثر من بلد عربي، ويعتبر الاستنكار من إيران هو مخطط لضرب دول الخليج؟ لا يمكن أن نقارن التقرب التركي من قضايا الخليج العربي بالتقرب الإيراني. هذا تدخل إيجابي وهذا تدخل سلبي. يعني هل يمكن أن نرى المد الثقافي التركي المرحب به داخل البيوت بدل التهديد بتصدير القلاقل والتهديد وتنفير جزء من المواطنين الخليجيين في حكوماتهم بنفس التدخل التركي؟ لا يمكن مساواة هذين الطرفين. نعم. طيب سيدي، دعنا نستمع إلى مداخلة أخرى من محمد من